قبل ما يتذكروني كون حتى تقول اخر يؤسفنا ان نخبركم بان الوالده ديال السيد عبد الرحمن بن دياب اللي كان متواجد معنا دابا هنايا بلغنا نبأ الوفاه ديالها في هذه اللحظه. يعني انا راه قبيله سمعت هذا الخبر وما بغيتش نقولها ليه باش ما يستهبكش ولا شفتو هذا. دابا الان تنطلبوا من الاخوان اننا نديروا واحد الفاتحه ترحما على روح الفقيده انا لله وانا اليه راجعون. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.